هذا الكلام العكس ما في الواقع. الدولة الإسلامية حريصة كل حرص على توبة أي كافر مهما كان، سواء كان يزيدي أو صليبي أو يهودي. ونحن ما قاتلنا إلا لإخراج الناس من الكفر وإدخالهم من الإسلام، ولكن اليزيدية أبوا إلا أن يقاتلونا، فقاتلناهم بفضل الله، وتم فتح مدينة سنجار بجهود الطيبين والخيرين. والآن أنت جالس في مدينة سنجار، والمدينة تحت إمرة المجاهدين، والناس حياتهم اعتيادية فيه، ولكن الأخبار على العكس ما ترى. لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إن رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء. في حكم الكفار نلقنكم الشهادتين، تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم بعد ذلك تكونون مسلمين إخوة لنا، عليكم واجبات ولكم حقوق. الآن تقولون مثل ما أقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله.